يبدو أن الغضب الذي تتوشح به الناصرية أخذ تصعيدا مباغتا ومنحنا من نوع آخر، هو قلع مقر الأحزاب من الجذور الضاربة في عمق إدارة المدينة. عملية الهدم تلك التي أقدم المحتجون عليها تجسد حراكا غير معهود، ولعلها رسالة خشنة تحمل بين سطورها ربما تأييدا لسلطة القانون وسيادة الدولة أو غير ذلك. يقول المتظاهرون هنا إن حراك الجرافات هذا بات بديلا عن الاكتفاء بحرق تلك المقار، وانبثق بعد انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسة في المدينة، حيث اتهم المتظاهرون جهات سياسية عن مسؤولية الحادثة، وقالوا إن مقر الأحزاب منطلق لشن الهجمات ضدهم على حد تعبيرهم. موجة الغضب هذه المصطحبة بالعنف قوبلت بحكمة حكومية غير معهودة في سابق حكومات العراق، حيث عززت قيادة شرطة ذي قار حماية دوائر الغضب الشعبي، وطالبت المحتجين بالاحتراز واليقظة من تسلل المندسين والمخربين، وذلك نظرا لكثرة وتنوع الجهات التي تحاول زعزعة أمن المدينة. لأنه البارحة ولدنا تأذوا قبل حراك الجرافات هذا، رجح مراقبون أن تخف وطأة الغضب في ذي قار بعد أن أطلق مجلس الوزراء خططا عاجلة لمعالجة القطاعات الخدمية عبر رصد 50 مليار دينار بشكل سريع وتحويلها للمحافظة. المشهد المتأزم في الناصرية الآن يلخص التالي: وجود أجهزة أمنية تقف على الحياد، وجهات ومجاميع تحاول قتل مطالب الحراك الرئيسة في ذي قار، وهنالك أصوات تصدح بأن يكون هناك وطن خال من اللصوص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.